جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف خا حا حا. أخونا عرضنا له بعض الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل ويقول: ما حكم النحنحة في الصلاة وهل تبطلها؟ النحنحة في الصلاة للحاجة لا بأس بها، أو استأذن عليه أحد فتنحنح لينبهه أنه في صلاة لا بأس بذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا استأذن عليه أحد وهو يصلي صلاة الليل في بيته تنحنح له. فالتنحنح إذا كان لحاجة أو غلبه التنحنح فلا بأس بذلك، أما إذا كان لغير حاجة بل هو من باب العبث فإنه يخل بالصلاة وقد يبطلها، كما قال أهل العلم: إذا تنحنح فبان حرفان بطلت صلاته، هذا إذا كان لغير حاجة. نعم. بعضهم يتنحنح لإبراز شخصيته أو ليقول للإمام انتظر فإني قادم وما أشبه ذلك، ما هو توجيه الشيخ صالح؟ هذا لا يجوز، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا دخل الإنسان المسجد والإمام راكع فإنه يمشي بسكينة ولا يقول انتظر أو يتنحنح أو يركض أو ما أشبه ذلك، بل يمشي بالسكينة والهدوء. فإن أدرك الركعة مع الإمام فالحمد لله، وإلا يدركها فإنه يدخل مع الإمام، وإذا سلم الإمام يأتي بما فاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم.